ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة. ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. سأقدم بإذن الله في هذا الفيديو وصفة لشد الصدر المترهل ورفعه للأعلى والحصول على ثديين مشدودين وكلهما أنوثة. ترهل للثدي له عدة أسباب، مع تقدم السن يفقد الصدر ليونته ومرونته، وهناك عوامل أخرى لترهل الثدي مثل الرضاعة والحمل وانقطاع الدورة الشهرية، فقدان الوزن السريع والعديد من العوامل الأخرى. وفي هذا الفيديو سأقدم لكم وصفة سحرية، وهذا أقل ما يمكن أن أقول عنها، تعطي نتائج رائعة من الاستعمال الأول، ستحل مشكل ترهل الصدر والثدي لديكم. إذن سوف نحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى مكونين فقط. سنحتاج أول مكون وهو نبتة الألويفيرا أو ما يسمى بالصبار، ويمكنكم الحصول عليها طبعا من المحلات التجارية أو عند العشاب، فهو يبيعها أيضا. هلام الصبار له خصائص مفيدة في شد الجلد، تخلص من ترهل الثدي، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تمنع شيخوخة البشرة. وسوف نحتاج إلى المكون الثاني وهو أصفر اللون، هو الكركم، ممتاز جدا في شد الجلد وعلاج ترهل الجسم. للإشارة أن هذه الوصفة يمكنكم استعمالها لشد الجسم بكامله وحتى لعلاج التجاعيد، فهي فعالة جدا. إذن على بركة الله، أول ما سوف نقوم به سوف نقوم باستخراج هلام الصبار من النبتة. إذن كما قلت سوف نقوم باستخراج المادة اللزجة الموجودة في نبتة الصبار، سوف نزيل الأشواك حتى لا تؤذينا طبعا. ثم سوف نبدأ بعمل هكذا بهذه الطريقة حتى نستخرج الهلام، كما ترون تكون المادة اللزجة بهذا الشكل. سوف نقوم بجمع القليل من المادة اللزجة التي سوف تكفينا لصنع الوصفة، ثم سوف نضيفها إلى الكركم بهذا الشكل. إذن سوف نقوم بإضافة القليل من المادة اللزجة، والطريقة سهلة كما ترون، فقط بواسطة الملعقة نقوم باستخراج الهلام. إذن بعدما استخرجنا كما لاحظتم المادة اللزجة من الصبار، الآن سوف نقوم بخلط المكونين معا حتى يندمجوا فيما بينهم. كما ترون هي مادة لزجة، نخلط جيدا. الآن طريقة الاستعمال لهذه الوصفة، تأخذون هذه الوصفة بأصابع اليد وتقومون بتدليكها على الصدر بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى مدة 5 دقائق بهذه الطريقة. إذن سوف أجرب معكم، تأخذون كمية لا بأس بها بهذا الشكل، كما ترون هي مادة لزجة كثيرا. إذن نقوم بدلكها على يدينا فقط على الأصابع بهذا الشكل، ثم نبدأ بحركات دائرية على الثديين، ثم من الأسفل إلى الأعلى، تقومون بالرفع من الأسفل إلى الأعلى، ثم بعد ذلك تتركونها كما قلت حتى تجف.
تقريبا مدة نصف ساعة إلى 45 دقيقة. بعد ذلك تقومون بغسلها وغسل صدركم بالماء البارد، ويمكنكم وضع مكعبات الثلج لأنها تزيد من شد الصدر ورفعه للأعلى. وبعد هذه الوصفة ستحسون بصدر مشدود ومرفوع إلى الأعلى، صدقوني وصفة ولا أروع، لأن الألوفيرا كما قلت هي من أحسن ما يكون لشد الصدر وعلاج الترهل. وإذا كنت تبحثين عن صدر مشدود وكله منوتة فأنصحك بهذه الوصفة، وهي مجربة وأنصحكم بها والمداومة عليها. إذا صديقتي كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، اعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل، ومشكورين على الدعم، وإلى اللقاء في وصفة سحرية أخرى بإذن الله. المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم.